قال فإن كان مرادا مرادين فطوبى لهم يوصل بهم إلى المطلب الأعلى من طريق الإنجذاب والمحبة. لك ما بيمسك مسبحة، مسبحة ما بيمسك خالص. شو خالص؟ الله هيك بده، انت شو دخله يعني؟ ليش؟ والله هذا السؤال كتير يسأل، انه يا ترى يعني ليش هذا مراد؟ يعني في اسباب حتى ولا هيك؟ الله، انا برأيي لا نخوض في هذا الامر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تمام. فقال بالانجذاب والمحبة من غير اختيار، ويعلمون كل أدب لازم بواسطة أو بلا واسطة، فإن صدرت عنهم زلة ينبهون عنها سريعا. الفكرة المرادين بصير معهم زلات كتير، لأنه ما سلكوا، بصير معهم كتير أخطاء، بس قال هدوني مسامحين. شو الحكي كمان؟ والله أخي الدلال غير، والله يا رب دخيلك خطبنا. دلال حتى لو قب أخطاء مر له يا هذا هذاك السالك بيسيء أدب بيأكل طيارة. صلوا على النبي، صلي على النبي يقول طيارة كمان فوق منه. سي أدب تأكل طيارة، يعني بينزل عليه بلاء، بصير معه مشكلة، فركة إذن، تنبيه يعني، امشي امشي زبط، هاي هاي مشان هاي وهي مشان هاي. المراد لا فركة إذن ولا شيء. تفضل يلا حبيبي، ماشي ماشي، يلا يلا انسى حبيبي، انسى امشي. فلا حدا يسأل يعني يقول ليش؟ طيب والله أنا ما بعرف، وما بظن أحد يعرف. هذه مسألة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.